الخبز من أساسيات المائدة الجزائرية، فلا تكتمل إلا به. غير أن استهلاك الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض أصبح يثير الجدل، ما أدى بالعديد من الناس إلى التوجه نحو الخبز الصحي والمصنوع بالدقيق الكامل. الخبز الصحي وبزاف ناس دوكا راهو انتشرت العادات الصحية في المجتمع تاعنا، وكما أنا نشريه الوالدة تاعي عندها مرض السكري، وكما أصحاب مرض السكري ما يقدروش ياكلوا الخبز بالدقيق الأبيض. شريت خبز الشوفان، والخبز تاع فيه مادة داخل الخروب، دائما هذا الوقت دائما 11 ونص نجي نشري الخبز هذا، علاش؟ نشوف فيه باللي منتوج صحي. إكرام من محبي الخبز، لكن ليس كأي خبز يباع، تحرص على تحضيره بيدها، فهي من عشاق أنواع الخبز الصحي. هذا الشغف كان عندي وحتى وانا كنت نقرا في هندسه معماريه، حتى المشروع نتاعي تاع لا ليسونس درت انستيتيو دار كولينير تكنيك اوتيليير. نبغي نعجن بسبب وبدون سبب، يعني نجرب، يعني كل مره نشوف النتيجه كيفاش تخرج لي، مره يعجبني مره ما يعجبني. هات تزيد قد ما يكون صحي اكثر، وقد ما يكون الحفظ نتاعه اطول. ما تتمناه اكرام هو انشاء مخبزه للخبز الصحي بالقمح الكامل وبعديد النكهات، مخبزه بمقاييس دوليه، مشروع ينتظر الدعم.